أهلا بكم متابعينا في فلاش الكان على أنفاس بريس. فاز بالأمس منتخب السنغال بثلاثية نظيفة على نظيره الغامبي بملعب شارل كولومباني بمدينة ياماسوكرو الإيفوارية. في المجموعة الثالثة دائما تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره الغيني بنتيجة هدف لمثله. فرض هدف الأنغولي مابولولو التعادل على منتخب الجزائر إيجابا في الدقيقة 68، بينما كان ثعالب الصحرائي سباقين للتسجيل في الدقيقة 18 بهدف بغداد بنجاح. علق حارس المنتخب الكاميروني أندري أونانا بمدينة أبيجان بسبب سوء الأحوال الجوية، ما جعله يتخلف عن مباراة منتخبه الذي كان في مقابلة نظيره الغيني بمدينة ياماسوكرو. أما بخصوص مباريات اليوم، فيستعد منتخب موريتانيا لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو على أرضية ملعب السلام من المجموعة الرابعة، بينما على أرضية ملعب أمادوغون كوليبالي ستقام مباراتي المجموعة الخامسة، حيث ستجمع الأولى نصور قرطاج من منتخب ناميبيا، ثم بعد ساعة سيواجه منتخب البافانا بافانا لده المالي. كانت هذه آخر أخبار فلاش الكان لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.